السلام عليكم واهلا وسهلا بكل الصبايا الحلوين اللي عم يتابعوا قناتنا صبايا كيوت. حقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقه عمل تسريحه شعر ضفيره على شكل فراشه. وقبل ما نبدا حبايبي بالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا زر اللايك. الفيديو يا حلوين مفصل بجميع مراحل عمل هالتسريحه، تسريحه كتير حلوه واكيد رح بتنال اعجابكم. تابعوا الفيديو خطوه بخطوه وما تنسوا تعطوني رايكم بالتعليقات. Thank you.
بتمنى تكون فيديوهاتنا عم تنال اعجابكم، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا زر اللايك.
وهيك صبايا بتكون طلعت معنا النتيجة النهائية لهالتسريحة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه، وإذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. وما تنسوني يا حلوين من صالح دعائكم، بحبكم كتير.